انضم إلينا عبر الهاتف من خان يونس الصحفي غازي العلول. غازي، بداية ما آخر التطورات هناك عما قيل يعني عن تقدم القوات البرية الإسرائيلية بضعا من الأمتار أيضا؟ حقيقة لك ماجد، بالفعل كان هناك توغلا لعدة أمتار في شرق البريج وهي إحدى المحافظات والمناطق الوسطى في قطاع غزة، على أثر ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية المسلحة والجيش الإسرائيلي. وقالت القسام في أنباء أولية إنها استطاعت استهداف مروحية بصاروخ سام 7 وهو مضاد للطيران، ويقولون بأنهم أصابوها بشكل مباشر وفق روايتهم. أيضا الاشتباكات التي اندلعت كانت قد بدأت منذ فجر هذا اليوم واستمرت لعدة ساعات، وهناك خشية من أن يكون التوغل مستمرا في مناطق أخرى كذلك ككسوفيم شرق خان يونس. لذلك المدفعية الإسرائيلية تواصل القصف المستمر للحدود الشرقية لمدينة خان يونس، وكذلك في شمال القطاع أيضا تواصل عملها باستهداف المناطق الشرقية. ميدانيا هنا بالفعل كانت الليلة ساخنة كغيرها من الليالي من خلال الاستهدافات المتكررة والعنيفة، سيما في شمال القطاع الذي شهد تدميرا في أبراج الندى والعودة، وهي الأبراج الموجودة شمال قطاع غزة، شمال بيت حنون وفي منطقة جباليا كذلك. الحدث الأبرز كان هو الاستهداف الذي طال عائلة الأسطل وراح ضحيته 18 من المواطنين غالبيتهم من النساء والأطفال، وهذا الرقم الذي رفع عدد الضحايا منذ بداية هذه الحرب إلى 7000 وأكثر من 100 ضحية وأكثر من 17000 مصاب، من بينهم آلاف الأطفال وكذلك النساء. هذه الأرقام تأتي في وقت تعاني فيه وزارة الصحة والطواقم الطبية من أزمات حقيقية متعلقة بالنقص الحاد في الوقود. هناك نداءات عاجلة ومستمرة من المنظمات الأممية والحقوقية هنا في قطاع غزة كالأونوروا والصحة العالمية بضرورة إدخال المساعدات وإدخال شاحنات الوقود العالقة في الجانب المصري لضمان استمرار عمل المستشفيات بوتيرة مماثلة لما يتم العمل فيه الآن، على الأقل لضمان بقاء المرضى والمصابين على الأجهزة وفي غرف العناية المكثفة على قيد الحياة على الأقل لحين انتهاء هذه الحرب وتكون الكوادر الطبية قادرة على السيطرة على مصيرهم في هذه الأيام الصعبة على قطاع غزة، ولكي لا ترتفع حصيلة الضحايا أكثر مما هي الآن. بالتالي المناشدات والمطالب مستمرة على نحو بعيد فيما يتعلق بضرورة التدخل العاجل، كما ناشدت وزارة الصحة بالأمس طالبت وناشدت بشكل عاجل بالتدخل الفوري نظرا لكثرة الإصابات وكثافة الاستهدافات التي قوضت من حركة الإسعاف وقوضت من حركة الكوادر الطبية والدفاع البدني الذي أيضا هو الآخر لم يعد قادرا على انتشال الجثامين. نتحدث عن حوالي 2000 مفقود لا زالوا تحت الأنقاض نتيجة عدم قدرة الطواقم الدفاع المدني من انتشالهم. طيب، من خان يونس الصحفي غازي العلول، شكرا لك.